حي على الصلاة. ليلة
والمطلوب منك أن تقابل
لرفعنا إخوة يوسف مع يوسف، ما تعرفون؟ لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، ولكن عندما رجعوا إلى أخيهم بعد أن مكنه الله واعتبروا إليه قبل عذرهم وصفح عنهم صفحا جميلا ولم يوبخهم بل دعا لهم وسهل لهم الله المغفرة، فقال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أخي المسلم، واضطرت عن الهفوات، واعف عن السدات، داوم على صلتهم الأرحام ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، ودع عنك محاسبة المظالمين، ولا تجعل حسابك لهم في قطع رحمك منهم، وكن جواد النفس كريم العطاء، وإياك والشح فإنه من أسباب القطيعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. فأمرهم بالكفر فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. أيها المؤمنون، عظموا أوامر الله من العمل بها، وعظموا ما نهى عنه باجتنابه. والله أمرنا بالصلة ونهانا عن القطيعة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعملوا إلى دار الآخرة صالح الأعمال، فإن الآخرة هي دار القرار. واتقوا النار، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اللهم وفقنا لصالح الأعمال ولما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لصلة أرحامنا، واجعلنا من العاملين لكتابك الكريم المتبعين لهدي نبيك المصطفى الأمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل راية الإسلام خفاقة عالية إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل جمعنا جمعا مرحوما يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لارحامنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اخوه متحابين غدا يوم القيامه على سور متقابلين في جناتك جنات النعيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين امين امين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم وركعوا. أقيموا صفوفكم وتراصوا فيها، أكملوا الصفوف الخلفية، أتموا الصف الأول فالأول، سدوا الخلا والفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله.